مرحبا بابن المغرب الشقيق، مرحبا بالرحالة مقيما في أرض الأمجاد، مرحبا بك يا رضا في نادي القرن. صفقة مهمة جدا تم الإعلان عنها بشكل رسمي بالأمس، انضمام اللاعب الموهوب رضا سليم لاعب نادي الجيش الملكي المغربي قادما إلى النادي الأهلي نادي القرن في إفريقيا. صفقة مهمة جدا، ويمكن في آخر 10 سنوات يمكن رضا سليم هو ثالث لاعب مغربي ينضم للنادي الأهلي. البداية كانت بوليد أزارو في ال10 سنوات الأخيرة، وكان من اللاعبين المهمين جدا في خط هجوم النادي الأهلي، هداف من طراز فريد، ظهر وتألق مع الأهلي قادما من الدفاع الحسني الجديدي، وكان بداية تألقه وموهبته ظهرت من خلال النادي الأهلي. ثم النجم المغربي لاعب نادي الرجاء الرياضي المغربي بدر بنون قائد خط الدفاع، جاء وتألق وظهر بمستوى عالي مع النادي الأهلي، وبعدما ترك النادي الأهلي زار النادي الأهلي وتواجد مع الأهلي قبل ليلة مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا مع نادي الوداد. صفقة الثالثة في الساعات الأخيرة انضمام رضا سليم. 3 لاعبين مغاربة تواجدوا في النادي الأهلي خلال ال10 سنوات الأخيرة، في كل لقاء وفي كل تصريح وفي كل خروج إعلامي يتحدثوا عن النادي الأهلي بكل حب وتقدير، والنادي الأهلي يتعامل مع كل الأندية المغربية بكل حب وتقدير. النادي الأهلي يعشق المغرب، جماهير الأهلي بتعشق المغرب، عدد كبير جدا من جماهير النادي الأهلي هناك علاقات قوية ووطيدة مع النسور الخضر، مع جماهير العالمي، جماهير نادي الرجاء. فالعلاقات القوية اللي بتجمع الأهلي من خلال جميع أفراد منظومته سواء إدارة أو جماهير أو حتى إعلاميين، الحمد لله في علاقات جيدة جدا مع الأشقاء في المغرب، وكل ده بالتأكيد بنشوفه من خلال رحلات الأهلي، مباريات الأهلي. حتى لما الأهلي احتفل بنهائي دوري أبطال إفريقيا والفوز بالأميرة السمراء، لم يكن هناك أي شيء يعكر صفو الاحتفالية في مركب محمد الخامس، رغم أن الأهلي بيحتفل في أرض ملعب الفريق الخاسر، وإن دل على شيء بيدل على مدى احترام الجماهير المغربية للروح الرياضية ولكرة القدم بشكل عام بعد فوز الأهلي وإقصاء والفوز على حامل اللقب على أرضه ووسط جمهوره. انضمام رضا سليم جاء في توقيت مهم جدا، وطريقة تقديم هذه الصفقة المميزة لها مدلول مهم جدا. الرحالة ابن بطوطة والرحالة رضا سليم الآن داخل قلعة البطولات والأمجاد النادي الأهلي.